نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. تجمع في إقليم كردستان يحذر من عمليات استغلال النساء، وبعد مناشدات عبر شاشة قناة صلاح الدين أطلقها رب أسرة تلبيات سريعة لمساندة المرضى والوقوف معهم. وقطع الانترنت في ميانمار بعد نزول الآلاف للشوارع احتجاجا على الانقلاب، وثلاثة جرحى ومفقودان في انفجار بمبنى في بوردو الفرنسية. والنفط يسجل أعلى مستوى له منذ 13 شهرا. وإصابة الممثلة جينيفر لورنس جراء تفجير خلال فيلم تصوره.